مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنتابع في هذه الحلقة تفاصيل العملية الأمنية في مدينة الحوطة بمحافظة لحج واستعادة القوات الحكومية للمدينة بعد أشهر من سيطرة تنظيم القاعدة عليها. إذن مشاهدينا، بعد أشهر من سيطرة تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة على مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، نفذت القوات الأمنية استعادت فيها المدينة والمناطق المحيطة بها. 5 أشهر بقيت فيها المدينة تحت سيطرة تنظيم ضمن حالة غياب الدولة وضعف السلطات المحلية بعد الحرب التي شهدتها المحافظات الجنوبية لطرد ميليشيا الحوثي والمخلوع منها. خلال هذه الفترة قام التنظيم بتفجير عدد كبير من مقار الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وكان هو الحاكم الفعلي في المدينة. العملية التي نفذتها القوات الأمنية لاستعادة المدينة تأتي في إطار المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي أعلنتها السلطات الأمنية والتي تهدف لتأمين العاصمة المؤقتة عدن. إذن مشاهدينا، عملية استعادة الحوطة والوضع الأمني في الجولة الثانية من الحرب بدأت الآن، ومواقع تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة التي استغلت حالة الفوضى في المحافظات الجنوبية بعد طرد ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع منها لتتمدد فيها، باتت الآن تتهاوى موقعاً بعد آخر. الحوطة عاصمة محافظات لحج، موقع آخر صار في يد القوات الأمنية بعد أشهر من سيطرة تنظيم القاعدة. مصدر عسكري أكد أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من فرض سيطرتهم الكاملة على الحوطة وطرد عناصر القاعدة منها عقب حملة عسكرية ضخمة شارك فيها المئات من الجنود والعشرات من المدرعات، إضافة إلى مروحيات أباتشي تتبع قوات التحالف العربي. وأضاف المصدر أن عناصر القاعدة فروا من المدينة بعد اشتباكات خفيفة، فيما تم القبض على 48 عنصرا منهم، مؤكدا أن الجيش انتشر في كل الشوارع والتقاطعات بالمدينة بعد السيطرة عليها بشكل كامل وعلى المناطق المحيطة بها. وجاءت سيطرة القوات الحكومية على الحوطة بعد أن شهدت الأيام الماضية غارات متقطعة نفذتها مقاتلات تابعة للتحالف العربي، واستهدفت مقرات ومواقع يسيطر عليها التنظيم تمهيدا للحملة العسكرية التي تأتي في إطار المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي أعلنتها السلطات الأمنية قبل أسابيع. وكان تنظيم القاعدة يسيطر على الحوطة منذ أكثر من 5 أشهر، وقام بنسف عدد من المباني والمقار الحكومية، منها مبنى الأمن السياسي والنيابة العامة ومقر شرطة المدينة. تمت استعادة الحوطة إذن، وكسبت الشرعية جولة أخرى في حربها مع التنظيمات الإرهابية، لكن يبقى الكثير مما يجب على الحكومة فعله لإعادة الاستقرار وتطبيع الحياة في المدن التي تقع تحت سيطرتها. إذن مشاهدينا، نجدد الترحيب بكم، ولمتابعة تفاصيل عملية استعادة مدينة الحوطة سيكون ضيوفي في هذه الحلقة مدير أمن محافظة لحج العميد عادل الحالمي، كما سينضم إلينا من الرياض الخبير الأمني وليد الأثوري. على أن ينضم إلينا لاحقا سيكون معنا مدير موقع يافع نيوز ياسر اليافعي. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا الآن الصحفي ياسر اليافعي مدير موقع يافع نيوز. مساء الخير سيد ياسر. إذن مشاهدينا، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالصحفي ياسر اليافعي. إذن مشاهدينا، اليوم تمت عملية استعادة مدينة الحوطة في محافظة لحج في عملية أمنية نفذتها القوات الحكومية بمساندة من طيران الأباتشي التابع للتحالف. كما وردت الأخبار أن العملية لم تستغرق الكثير من الوقت، فقد فرت هذه العناصر بشكل سريع وتم أسر عدد كبير منهم، كما تداولت الأخبار أن هناك 45 شخص تم إلقاء القبض عليهم من هذه التنظيمات. إذن مشاهدينا، تتحدث الكثير من الأخبار أن هذه العملية تأتي في إطار الخطة الأمنية في مرحلتها الثانية التي يعني بدأت بتنفيذها قوات الأمن ابتداء من مدينة عدن، ومن ثم ستتوسع إلى محافظة لحج وأبين والمحافظات الجنوبية
المجاورة للعاصمة المؤقتة عدن. إذن مشاهدينا يبدو أننا لن يعني حتى اللحظة لم نتمكن من التواصل مع أحد ضيوفنا، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود حالما تجوز الاتصالات. إذن مشاهدينا عدنا إليكم من جديد، ونعتذر على مشاكل الاتصالات التي تصاحب هذه الحلقة. سيكون معنا الآن الصحفي أو سيكون معنا الآن الخبير الأمني وليد الأثوري. مساء الخير سيد وليد. مساك بالنور أنت وجميع الأخوة المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد وليد. بداية، ما أهمية استعادة مدينة الحوطة في هذه اللحظة تحديدا؟ طبعا الحوطة استمرت خلال الفترة الماضية مع مجموعة من العصابات المسلحة التي لم تلتزم بشكل عملي مع الدولة، ولكن قامت القوات الأمنية بشكل بخطوات عملية فعلية في على الأرض في منطقة الحوطة، وهي وكر كبير للتنظيمات الإرهابية خلال الأيام الماضية، وحققت إنجازات أمنية كبيرة. هذه الخطوة التقدمية ستساعد بشكل عملي على تقليل بؤر صراع بؤر الإرهاب في المدينة على مستوى مدينة عدن وأبين ولاحق بشكل عام. نعم. في السابق كان معظم المراقبين يتحدثون عن أهمية تأمين محافظتي لحج وأبين لضبط الأمن في مدينة عدن، كيف ستنعكس هذه الخطوة على الأمن في العاصمة المؤقتة؟ طبعا لا يمكن ان احنا نتحدث عن خطوات عمليه بشكل نهائي لامن عدن ولاحق ما لم يتم تحرير تعز، وهي الخلفيه المسرح العمليات العسكريه ما زالت موجوده والصراع موجود في مدينه تعز، وبالتالي من المهم جدا ان نسعى على تحرير تعز لكي نصل الى اعلى مستويات تامين العاصمه المؤقته عدن بشكل عملي خلال المرحله القادمه. اذا لم نحرر تعز فاننا سنظل في ورث خلق صراعات متتالية، ستقوم عصابة الحوثي والمخلوع صالح من حين إلى آخر بزرع الغرام معينة من خلال إقلاق الأمن والاستقرار في مدينة عدن. هم أولئك الذين أرسلوا الطائرات في بداية الحرب لضرب الشرعية في عدن، الآن يرسلوا المفخخات على الأرض لزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة عدن، وهو سلوك إجرامي معترف به معروف لدى الشعب اليمني من قبل عصابة الحوثي والمخلوع صالح. نعم، لكن هل باعتقادك أن الخطوات الأمنية التي نفذتها السلطات المحلية في كل من عدن ولحج حتى الآن كافية لعودة الحياة في هذه المحافظة؟ بالتأكيد هو لم تكن كافية بالشكل المطلوب، ولكن هناك إجراءات عملية قامت بها محافظة عدن وهي ستقلل من نسبة المخاطر بشكل عملي على الأرض خلال المرحلة القادمة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تظل هذه الخاصات الموجودة في محافظة عدن قائمة. من هو تلاحظ إعلام الحوثي ومن يصاحب هذه التفجيرات؟ يعني بعد حصول اي تفجيرات او اقلاق امني تقوم اعلام الحوثي وصالح بتغطيه اعلاميه واسعه، وهو مؤشر من مؤشرات تبنيهم لمثل هذه الاعمال الارهابيه في محافظه عدن ولاحق ايضا. نعم، ما الذي تحتاجه السلطه المحليه لتطبيع الحياه في هذه المحافظه؟ تحتاج إلى بناء جهاز أمني قوي بشكل عملي وبشكل علمي مدروس حتى تستطيع إلى تحقيق إلى الوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز الأمني. لا يمكن أن نحصل على هذا الإنجاز ما لم يكن لدينا مدخلات حقيقية في بناء أجهزة الأمنية. المدخلات الحقيقية وأعني بها الكادر البشري، كل ما قد استطعت أن أحقق أعلى مستويات من الجودة في المدخلات سأحقق مخرجات حقيقية أيضا بالمقابل. ما لم فستستمر الصراع بشكل أو بآخر. العمل الأمني يحتاج إلى حزمة إجراءات متعددة ليس على مستوى الكادر البشري. دائما يطرح لدينا سؤال بأن التنمية تحتاج إلى أمن، لكن نحن في مرحلة بالذات كحالتنا في اليمن خلال المرحلة القادمة نحتاج إلى تنمية أيضا من أجل أن تساعدنا في ضبط الأمن والاستقرار في محافظة عدن. يوجد الكثير من الشباب الفارغين الآن موجودين خلال المرحلة الموجودة
هذا التفرغ يسمح لكثير من التنظيمات الإرهابية باستقطابهم والاستفادة منهم. فلو خلقنا جزء من التنمية في المحافظات المحررة سنعمل على سحب الأرض واستيعابهم وخلق تفكير جديد، وبنفس الوقت سنتفرغ لبناء جهاز أمني بما يواكب التحديات الموجودة أيضا. نعم سيد وليد تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن من محافظة لحج مراسلنا مختار شعتل. مختار، بخصوص العملية الأمنية التي نفذتها القوات الحكومية اليوم، ما هي المناطق التي سيطرت عليها حتى الآن؟ حتى الآن نقول أن مدينة الحطر هي قد تم السيطرة عليها بشكل كلي وكامل، وأيضا إلى أجزاء كبيرة جدا من مديرية التبن. الآن القوات عندما عملت صباح هذا اليوم بتمشيط مدينة الحطر ومداهمة أوكار ومنازل كل الجماعات الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة والكائن القبضي عليهم، الآن خرجوا من مدينة الحوطة، والآن هم الجيش يتمركز على مداخل مدينة الحوطة حتى يمنعوا الداخل والخارج من الخروج للسيطرة بشكل كلي على هذه العاصمة. لكن مختار، العناصر المسلحة في مدينة الحوطة بعد أن يعني تمت عملية التحرير للمدينة، إلى أين انسحبت وأين أماكن تمركزها بالتحديد؟ حتى الآن هناك عزيزي خروج هذه بعد المناوشات التي لم تدم بشكل طويل كما كان متوقع من ذلك، ودخول الجيش بسهولة ويسر إلى مدينة الحطة. هذه العناصر حسب المعلومات تقول أنهم اتجهوا إلى المنطقة الغربية من مدينة الحطة، الجهة التي بالمقابل الشارع الرئيسي أو الشارع العام الذي يربط عدة سعيد المفرق هذه الذي تبعد حوالي ما يقارب 5 كيلومتر عن عاصمة المحافظة. نعم مختار، الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين كانت اشتباكات خاطفة قبل طردهم، هل هذا يعني أن وجودهم في المحافظة كان قليلا أساسا؟ لم يكن قليلا، ولا يعني لا نستطيع أن نقول أنه قليل، ولكن هذه العناصر يعني أغلبهم من الشباب من الأطفال الذين تم تغريبهم، فعندما أتت قوات نظامية مدربة وجاهزة استطاعت بكل سهولة ويسر السيطرة على المدينة والعاصمة رغم أن هناك اشتباكات وتم إلقاء القبض. طبعا خلال هذه المواجهات التي استطاع فيها الجيش الدخول إلى عاصمة المحافظة لحج، كانت هناك إصابة لجندي من الجيش نقل على إثراء المستشفى بن خلدون لتلقي العلاج. نعم مختار، ما إمكانية عودة هؤلاء المسلحين مرة أخرى إلى المدينة خصوصا في حال استمر ضعف الأجهزة الأمنية في المحافظة؟ لم يكن هناك مرفوع، هناك زي ما تقول البرامج تأهيلية لهؤلاء الشباب وإشراك الشباب سواء كان من المقاومة أم للذين تخرجوا من الشباب. الآن لو تأتي تلاحظ الآن يعني يصل الشخص بعد تخرجه سواء من الجامعة أو من الثانوية يصل عمره إلى 15 عاما بدون أي عمل، فيجد هذا ستجد هذه الجماعات يعني أشخاص سهلة الاستقطاب لديها. نعم مختار، ولكن العملية الأمنية يعني هل توقفت عند محافظة أو مدينة الحوطة تحديدا أم ما زال هناك تقدم إلى مناطق أخرى وتعقب لهذه العناصر؟ حاليا هناك دخول بعض القوات إلى حسب المعلومات التي وردت لي أن قوات الآن دخلت إلى منطقة بيت عياط، هي عبارة عن قرية تابعة لمديرية طبن، الآن تقوم بعملية تمشيط لهذه القرية والقبض على كل من ينتمون لهذا التنظيم. نعم إذن مراسلنا مختار شعتل من محافظة لحج، شكرا جزيلا لك. نعود مشاهدينا إلى ضيفنا الآخر سيد
وليد الأثوري. سيد وليد، باعتقادك أن هذه الخطوات الأمنية التي نفذتها السلطات المحلية في كل من عدن ولحج حتى الآن كافية لعودة الحياة في هذه المحافظات؟ طبعا عزيزي، الحياة هي موجودة بشكلها الطبيعي، لكن جماعات مسلحة حاولت بطريقة أو بأخرى، استقطبت كجماعات وليس كأفراد في التنظيمات الإرهابية، ويقوم المخلوق صالح وجماعات الحوثي بإسنادها لزعزعة الأمن والاستقرار بشكل مباشر. كل ما نعم. القيام به هو ممارسة سياسة أمنية تجاه هذه الجماعات في عملية احتواء الشباب في ضمن منظومة الجيش والأمن من ناحية، وفقا لمعايير عملية واحد. ثانيا، هذه الجماعات لا يمكن أن تستمر لأنها لا توجد لديها مشروع واضح، هي كل هدفها هو عبارة عن تنفيذ عمليات اغتيالات أو زعزعة الأمن والاستقرار بطريقة أو تفويض الأمن بطريقة لخدمة مصالح أخرى، وبالتالي نعم. من السهل جدا أن السيطرة عليها وإجبارها على أو إنهاء هذا الجماعات بشكل جذري، لكن يجب نعم. أن تكون ضمن استراتيجية أمنية واضحة وشاملة. من ناحية أيضا يجب أن نحافظ على هذا المستوى من الإنجاز الأمني بشكل عملي وضبط الأمن والاستقرار. نعم، ولكن سيد وليد يلقي الكثير بالمسؤولية عن توسع التنظيمات المتطرفة على غياب السلطة الشرعية وبقائها في الخارج، من وجهة نظرك كيف حدث ذلك؟ هو ليس غياب، هنا ما زال موجود محافظ عدن ومدير أمن لحج، أيضا العميد عادل الحالمي موجود في محافظة عدن ويمارس مهامه بشكل جذري وممثل للسلطة الشرعية في محافظة عدن، لكن أعتقد جزء من الإمكانيات قد لا تكون متاحة له أو لم تستند بإمكانيات وافية لممارسة مهامه على الأرض بشكل نفذ الجيش هذه العمليات الأمنية بشكل واضح في هذه المناطق، ليس لكبر الجماعات الإرهابية ولكن لعجز الأجهزة الأمنية في لا توجد لديها المعدات الكافية والإمكانيات الكافية. أيضا نحتاج هو هذا الأمر سيد وليد، يعني تحدث فيه سابقا مدير أمن محافظة لحج أن هذه المحافظة تفتقر للإمكانيات وعدم تواجد الدعم من الحكومة لفرض أجهزة أمن الدولة في المدينة للسيطرة على الوضع الأمني. فعلا، لانه لو عدنا قليلا الى تصريحات الاخ رئيس الجمهوريه خلال الفتره او الايام القليله الماضيه، قال واحده من اهم التحديات الموجوده لدينا الموازنه الخاصه بالدوله، هذا دليل على مؤشر هناك عجز في موازنه الدوله فيما يتعلق بهذا الجانب، لكن انا على التحالف العربي بشكل عام ليكمل مهمته في عمليه تحرير نجاح مهمته في المناطق في تحرير في طرد الميليشيات، ايضا تضاف عليه مسؤوليه دعم الاجهزه الامنيه على الارض لكي يوفروا الامن والاستقرار للمواطن الامني بشكل جذري. فليس من المعقول ان يتم تحرير المدينه وتركها للجماعات الارهابيه، وبالتالي سيذهب هذا الانجاز في عمليه التحرير كما يقولون او سيؤدي الى اثر سلبي كما يقول كثير من المواطنين. نعم، إذن الخبير الأمني وليد الأثوري كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نعود إلى مع سينضم إلينا الآن مدير موقع يافع نيوز ياسر اليافعي. مساء الخير سيد ياسر. أهلا، مساء النور سيد ياسر. اليوم انطلقت عملية أمنية وانتهت بتحرير مدينة الحوطة بمحافظة لحج، هل هذه العملية الأمنية ستتوسع لتشمل محافظة أبين ومن ثم مدينة المكلا في حضرموت؟ نعم، بكل تأكيد عملية الحوطة لم تكن اليوم ولكن يتم التخطيط لها منذ أسابيع، وهي تأتي ضمن الخطط الأمنية التي بدأها الأمن في عدن وقوات الجيش الوطني المتواجدة في عدن، أضاف ذلك قطاعات طيران مكثفة لقوات التحرك خلال الفترة الماضية مهدت للحملة اليوم. نعلم جميعا أن عدن ومحافظة لحج وأبين كانت بدون أجهزة أمنية في ما بعد الحرب، خلال الفترة الماضية تم بناء أجهزة أمنية، بدأ الآن المواطن يشعر بوجود الدولة وهيبتها في هذه المناطق، بدأ يلاحظ الانتشار الأمني. طبعا الانتشار الأمني يجب توسع، الجميل ان هذا الانتشار يلاقي دعم من المواطنين، المواطن في كل مدينه او كل منطقه يمر فيها الجيش الوطني
وقوات الامن يتم التعاون معهم وتسهيلهم كل المهمه، لذلك نجحت اليوم الحمله في لاحق بدون سقوط ضحايا. نعم، ولكن ما هي اهم المناطق يعني بعد العمليه التي تمت اليوم، ما هي اهم المناطق التي ما زالت تحت سيطره التنظيم في محافظه لاحج؟ تقريبا في لاحج كل المناطق تم السيطره عليها، ولكن تعرف الجماعات المسلحه مثل غاده وداعش هم يفرون الى الجبال او الى المزارع. طبعا لما عمليه الاستغراق الكامل في المناطق او في مناطق عدد المحافظات المجاوره لم تحدث خلال فتره قصيره، متوقع ان تطول ربما لسنوات حتى تمطر الشباب كامل. نتحدث عن محافظات بلا ميزانيه، كنا قبل ايام مع محافظ لاحج يقول نحن بلا ميزانيه بدون اي ميزان، يعني من العدم هذه الحملات انطلقت بدعم بطيء من قوات التحالف. الان اعتقد المعركه القادمه ستكون في لاحج حتى يتم تامين مثلث لاحج عدنابين. بعدها سيتم زياده الانتشار في المناطق المؤمنه من خلال نشر اجهزه الاستخبارات والاجهزه الامنيه، لان الان تعلم ان هذه المناطق كلها بدون اجهزه امنيه بدون اجهزه استخباراتيه بشكل اساسي. نعم. يعني يتم بناءها من جديد وهذا يحتاج الى وقت كبير. نعم، ماذا عن الاجهزه الامنيه في محافظه لاحج؟ الاجهزه الامنيه في محافظه لاحج بقياده عادل الحالي واحد قيادات الحمله الامنيه وصل الى لاحج وتم نشر نقاط على مداخل لاحج ومخارجها. بدا الان في محاوله استقطاب عناصر من ابناء مدينه الحوطه من ابناء المناطق المجاوره حتى يديروا مناطقهم بانفسهم، فقطهم يكونوا كمشرفين مثل ما حصل في المنصوره مثل ما حصل في غيرها من المناطق. طبعا الموضوع في محافظه لاحج والمدينة يحتاج الى تكاتف وتعاون مواطنين، هذا تعاون وانهاء المشاكل التي ظلت تعرضهم طوال السنوات الماضيه، اعتقد الامور ستمضي للامام. نعم، سيد ياسر، في الاسبوع الماضي تم الاعلان عن تدشين المرحلة الثانية من الخطة الأمنية، ما هي أهم ملامح هذه الخطة وإلى ماذا تهدف؟ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية كانت تستهدف تحديدا مديرية المنصورة والمناطق المجاورة لها، نعلم جميعا مدينة المنصورة ظلت خارج سلطات الدولة، كانت المرحلة الأولى وهدفت إلى السيطرة على مديريات بعدم الكريتر وخورمكسر والتوالي. نعم. والميناء والمطار، ثم بعد ذلك انتقل المرحلة الثانية هي المنصورة المناطق المجاوره لها ونجحت. اليوم المنصوره مؤمنه، الحوادث خبطت بالحدود الدنيا اصبحت يعني قليله جدا. بعدها الان بدا طبعا الانتشار الان ضمن المرحله الثانيه الى محافظه لاحج، ياتي ضمن تنسيق كل القيادات سواء كانت قياده محافظه لاحج وقياده محافظه عدن بغرفه العمليات اللي بيشرف عليها التحالف العربي. نعم، بالنسبة للعناصر التي يعني تم اليوم استهدافها بالحملة العسكرية في محافظة أو في مدينة الحوطة، هل يعني قتلوا يعني جميعهم أم أنهم انتقلوا إلى مكان آخر؟ لا، هنا تم اعتقال أكثر من 50 شخص وحذر تصريحات المصدر الأمني، وأكثر من 50 تم اعتقالهم والبقية اضطروا إلى الجبال. هم ليس أعدادهم كبيرة، لم يكونوا بالأعداد الكبيرة في العاصمة مثل ما كانت المنصورة، ولكن كانت هم استغلوا فراق امني، استغلوا وجود الدوله، لذلك احدثوا عمليات كانت تحديدا التي حدثت في عدن كانت عمليات كبيره وبقيه المحافظ بحفر او استهداف عيدروس او نقطه معاشير. هذه العمليات حدثت لانه لم يكن وجود للدوله في الاصل، لا استخبارات ولا اجهزه امنيه ولا نقاط تفتيش. اليوم جميل ان نقاط التفتيش كلها عبر غرفه عمليات واحده، اجهزه اتصالات تجمع حاضن غرفه عمليات واحده يشرف عليها من عدن والتحالف. من المتوقع ان تبدا هذه النقاط الامنيه ضمن غرفة عملية واحدة من مثلث العدد وحتى عدن وقريبا في أبين. إذا تم هذا أعتقد أن العمليات الإرهابية ستنخفض بشكل كبير، ومع الوقت تصل هذه المحافظات إلى مرحلة الاستغراق الكامل بإذن الله. نعم، إذا الصحفي ياسر اليافعي مدير موقع يافع نيوز كنت معنا عبر الهاتف من لاحج، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي وليد الأثوري الخبير الأمني كان معنا من الرياض، وأيضا الشكر لمراسلنا في محافظة لاحج مختار شعتل، كما نشكر أيضا الصحفي ياسر اليافعي مدير موقع يافع نيوز، ونعتذر مشاهدينا على عدم قدرتنا للتواصل مع ضيفنا الذي رحبنا فيه في مطلع الحلقة العميد عادل اليافعي مدير أمن محافظة لحج. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة، وإلى الملتقى في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.